الرسالة الأسبوعية لوزارة الصحة مع شريف العطاوي. التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، قام قسم أمراض النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي وبالتعاون مع صيدلية الخليج وفي إطار خطة وزارة الصحة الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية لعلاج الحالات المرضية الدقيقة داخل مملكة البحرين باستضافة الطبيب الاستشاري البريطاني الدكتور مارتن فروجة. وقد كان برنامج الطبيب الزائر حافلاً بدءا من تقديم ورش متخصصة وإجراء عدد من العمليات الجراحية لبعض الحالات المنومة في مجمع السلمانية الطبي. ولنتعرف بتفصيل أكثر على هذه الزيارة وما تحقق فيها، كانت لنا هذه الوقفة مع الدكتورة نعيمة عبد الكريم رئيسة قسم النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي. دكتور مارتن فروجة استشاري نساء ولادة ومتخصص في المنظار البطني المتقدم والمنظار الرحمي، ولعدة إسهامات في هذا المجال معروف في مجاله. في أثناء زيارة البحرين قام بإجراء 4 عمليات لـ4 من المرضى الموجودين عندنا. طبعا دكتور فروجة يعتبر متخصص في إجراء المناظير المتقدمة، علاج الأكياس الموجودة، إزالة الأرحام بالمنظار المتقدم، متخصص أكثر أو عنده أكثر انترست في علاج بطنة الرحم المهاجرة، بالإضافة طبعا المنظار الرحمي وإزالة التصاقات الداخلية في أثناء في الرحم، علاج انسدادات قناة فالوب، إزالة الألياف في داخل الرحم بالمنظار الرحمي أو السبتم الحواجز الرحمية. طبعا هاي تعتبر في حالات موجودة حق المرضى اللي تمنع الحمل أو استمرار الحمل، ويعتبر هو متخصص في هاي المجال. طبعا في أثناء بعد ما زارنا قام بتقديم محاضرة عن المنظار الرحمي وآخر التطورات في هذا المجال. وطبعا زيارتي كانت مثمرة جدا، أثرت النقاش وتبادل الخبرات بين الطاقم الطبي ودكتور مارتن والاستشاريين اللي حضروا هاي الورشة. طبعا طلبنا من دكتور مارتن بتكرار الزيارة، وهاي طبعا بيكون على حسب توجيهات سمو رئيس الوزراء لعلاج المرضى في البحرين بدل من إرسالهم للخارج. هذا وتعتزم وزارة الصحة ووفقا لخطة متكاملة إلى الاستمرار في الاستفادة من خبرات الأطباء من مختلف دول العالم لمتابعة الكثير من الحالات في مملكة البحرين، وفي تقديم مختلف أنواع المعرفة العلمية والعملية إلى الكوادر الطبية والتمريضية بما يعزز من خبراتهم ومهاراتهم وينعكس إيجابا على مستوى جودة الخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية المقدمة لجميع المرضى. مستمعين الأعزاء، كانت معكم محدثتكم شريف العطاوي أخصائي إعلام أول بإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.